باش ما يبرطوش باش نبقاي نلعب لك بالصوت. شد نديرو لاي؟ اه صافي كان غايتش. لا ما يخش. غايتش. صافي خليها تبكي. صافي خليها تبكي. هاكاك صافي. شنو شد هذا شد لاخر. صافي تجي. صافي نبدا حتى نقطع. صافي متتبع متتبعات جريدة صوت العدالة وجريدة أخبار تي في معنا مباشرة من مدينة قنيطرة بالضبط في مهدية مدينة مهدية معنا الأخ الصديق الشاب اللي معنا سيروان اللي هو يعني تبارك الله عنده 38 سنة عنده 5 الوليدات تواصل معنا على حساب واحد القضية اللي يعني شطناتو وخلاته انه ما ينعس وحنيتها وصل انه الانتحار ياك اخويا اخويا رضوان كيفاش فكرتي في الانتحار وعلاش؟ اخويا انا كنت مجوج ومطلق فهمتي كيفاش؟ مطلق خرجت من السجن كنت كندير شي مخدرات رفع لي الله تلاقيت مع هاد السيدة هادي عيطت لها جات من طنجة عيطت لها جات من طنجة بغيت نكمل معها حياتي وداك الشيء لقيتها انسانة صالحة. كيفاش تعرفتي على هذا؟ واحد البنت كانت كتعرفني هي اللي عرفتني بها كنت خدامه معايا في القهوه هي اللي عرفتني بها عرفتني بها بطات طنجه بها بطات طنجه عرفتها وداك الشيء دوزنا واحد الدور وداك الشيء انا خرجت صافي عفا عليا الله من المخدرات بقينا عايشين انا وياها كانت جات هاد القهوه هادي حليتها على ودها انا باش هي تخدم فيها وكذا وهذا مي خدمت وداك الشيء بقينا خدامين صافي داروا بها لي دين وداك الشيء انسانه مزيانه داروا بها لي دين وانا كنت مبلي. انت كنتي كتبغيها؟ اه كنت كنبغيها يعني باغي معاها الحلال باغي تاخذها باغي ناخذها وباغي معاها الحلال كما كنت باغي معاها الحلال وداك الشيء ناخذها ما عمرنا دوزت البنات تصاطبت وكلشي كيعرفني كانوا هاد الدار عندي فيها 8 10 البنات 24 على 24 والبوليس كانوا كيقولوا لي يا انف وتبعد انت من البنات والله حتى نتعاملوا معاك انت مابغاش يعرفوا عليك الله وغاتشيل الحبس اقسم بالله راه شي وحدين كيعرفوني اصدقاء ديالي كيقولوا لي كاين انت دري زوين دوزت الحبس ولكن صافي ملي خرجت داك الشيء هادي صافي عفا عليا الله شد داك الشيء ما خدامش والانسان الحياه ما غدوش بحال ما هكا بنادم ما شدش الطريق راه داك الشيء والو يكذب عليك الكذاب انا دوزت انا الوحيد اللي كرهت الحياه بغيت نموت شبعت من الدنيا دوزت اللي ما عمر شي واحد يمكن يقدر يدوزه شو الحاجه اللي خلاتك تفكر في الموت؟ الحاجه اللي خلاتني نفكر في الموت هي واحد هاد السيده هادي كانت انسانه مزيانه وبغات لي على الخير كتقول لي لا ما تمشيش لي بغات ديك الطريق ما مزياناش هذه ما مزياناش كذا هذه هي اللي خلاتني نتعلق بها وخلاتني ننتحر كاع على ودها وانتحرت وها عتقوني ضربتي يديك وضربت يدي على قبلها ها هي غنشوفها ها هي هي الضربه ضربت يدي على ودها كيما هكا وداير الفيديو وداك الشيء ها هي انتحار انا ها هي عرفت انا من السبيطار ها هي ورقه عرفت من السبيطار على ودها هي واش وقع لها شي مشكل وكنقول لها غا رجعي انا شفت راسي ديت حياه جديده ما تيقتنيش قلت لها سيري للكوميساريه ونتلالك على وديك الوليد راه مكرفص وكذا وهادي هاد البنت شحال في عمرها؟ الوليد في عمره شهر لا البنت اللي كتبغيها البنت في عمرها قول دابا شي 24 عام 24 عام 24 قلتي معاها وليد ياك هي عندها ديجا بنيتا بنيتا ماشي ديالك ماشي ديالي وقع لها ظروف احسن العون وقلت لها انا ديك بنيتا تعيش بحال بنتي وهذاك الوليد متزاد معاه وداك الشيء قلت لها كيقميز هي باقا صغيره وداك الشيء وهادي وانا كنت شي ايام انا صعيب شويه في المعامله ديالي صعيب شويه ما استحملتني صافي هربت ما كنتش كضربها ما والو لا مره كنت كنضربها ما نكذبش عليك النافقه كنت قلت ما كنتش كنضربها بجوج خطرات ضربتها فهمت كيفاش هذا هو الحال ما عمري كاع كنت منتظر انا غادي نوصل لهاد الصحافه وما نوصل لهاد الشيء ونخرج انا بوجهي مكشوف كاع قدام عائلتي وقدام الناس كاملين وداك الشيء تهلا كنتي مهضي فيها كنت مهرمي فيها كيما اللي كان كلنا كتاكلو هي الله بيني وبينها فهمت كيفاش كتكسيها كتخرجها لا الخروج ما كناش كنخرجوا مره كنا كنخرجوا ولدات الوليد شحال جلست معاك من بعد ما ولدات جلست معايا شي شهر 10 10 شنو وقع من بعد داك الشهر بعد شهر جات شي وحده لعبت لها في عقلها وداك الشيء وداتها خلات الوليد والمشكل السبب الرئيسي ديالها هو اختها كتكون معايا مزيانه كتهبط عند خالتها تشوفها كتقلب السيده كتكون مزيانه كتهبط عند خالتها كتقلب كنطلعها ب 66 كشيفه باش كنطلعها ملي كتكون معايا كتكون بنت نورمال ما فيها حتى شي حاجه ملي كتهبط عند خالتها كتقلب وكون مشكوس باين في هذا الشيء كامل قد خالتها حتى هي اللي خرجت عليا وجات عندي كيما هكا وهزت الفراش
وزت لاخر وديك الشيء ومشات، يومين هذا باقي دات الفراش. الفراش اللي عندك في الدار، كانت عندك الدار مفرشه؟ اه ولكن الفراشه على قد الحال، ماشي شي فراش اللي تعرف. جمعت لك داك الشيء وداتو؟ جمعت داك الشيء حتى الحوايج ديالي داتو. درتي شي بيه شكايه؟ ها؟ درتي بيها شكايه؟ اه درت بيها شكايه للوكيل المالك، هي عندي شكايه للوكيل المالك داتها. فهمتي؟ وانا ما بغيتش نتابعها، انا بغيتها غا ترجع لها قبل ديك الولد باش ما يضيعش. يصدق كلشي مشرد، حتى انا تشردت بجرد ديك الولد تشرد. دابا راني عاطي الولد للمربيه. الوليد باقي صغير يعني عنده شهرين و20 يوم عند وليد، كنت غنعطيه لشي ناس وما قديتش. داك الشيء طلعت بيا درجة انتحر انا على قبل ديك الوليد. بقى فيك؟ بقى فيا وهي حتى هي بقات فيا، هي اصلا محجورة. وهي غنلعبوا لها في عقلها، انا هذا واقعيين، هي انسانة مزيانة وقلبها زوين وانا دوزت البنات قلت لك تعطبت. ولكن هذه جاب الله سبحانه وتعالى جاب لي التوبة علي على يديها. وفي الاخر بحال اللي قطعتي لي راسي. شحال دابا وهي خارجة من الدار؟ دابا خارجة شي شهر. شهر؟ شي شهر. كتتواصل معاك؟ كتتواصل معايا بقى دابا كتتواصل معايا، ولكن مرة كتعيط ليا وما كتلاقوش، أنا ما قادرش ندير شي حاجة، وتسال من بعد وتجي عندي تقول لي حق ولدي ولا غنرجع ولا نشوفها بشي حالة ماشي هي هذيك. باقي عندك واحد الأمل أنها باقي عندي واحد الأمل كنقولوا أنا ما خليت أختي طلبتها وأختي طلبتها والمرأة الأخرى طلبتها والمرأة الأخرى طلبتها. عندك ثلاثة العيالات قبل منا؟ عندي جوج قبل منا. جوج؟ اه. هي الثالثة؟ هي الثالثة وطلبوها. عيالات الولا عندك معاهم الأوراق؟ اه. عندك معاهم وليدات؟ عندي معاهم وليدات. وطلبوها وديك الشيء والو. فهمتي كيفاش؟ والو، ما بغاتش كتخاف مني كتقول لهم هذاك غيقتلني. مجرم وأنا ما مجرم ما والو. فهمتي كيفاش؟ ما عمر بيني وبين الإجرام والو، هي كنت كنشد المخدرات هي، أنا شوية عصابي. أنا كلمتي مصرومة، لا قلت الكلمة هي اللي خصاتكم. والو قطع الراس، أنا هكا داير. فهمتي كيفاش؟ هي ما كتبغيش شويه هادشي هذا ما كتبغيش، وتا هي شويه عصبيه هادي هو في عندنا المشكل. اما كنت ضربت شي جوج خطرات اللي كنت ضربتها وماشي شي ضرب، هذا هو اللي كاين. اخويا رضوان دابا انت اخر مره قالوا لك فين كانت؟ قالوا لي كانت مولاي بوسلام، مشيت مولاي بوسلام، مشيت ثلاثه الخطرات وانا كنمشي ونجي، قالت مولاي بوسلام كامل بلاصه ببلاصه. حتى اللي قالوا لي راه في الدلال حنا بلاصه بوسلام وشي قهوه، اي قهوه تسيتهم كامل مولاي بوسلام درتها ما خليت حتى بلاصه. من بعد مشيت قالوا لي في الدلالحه، مشيت الدلالحه لقيتها تما في الدلالحه، لقيتها في الدلالحه غير بين طلعت الصويره ديال الخدامه في الكوزينه، قال لي راه كنت كتنعس هنا في الكوزينه هي وبنتها. فهمتي كيف؟ عندها شي بنيه، عندها بنيه داتها معاها وخلات لي الدري عنده شهرين و20 يوم. رانا الاخر ديك الشيء غداز مع السيد، صيفط لي الناس غيدابزوا معايا في الدلالحه، واحد لقى واحده بلاصه طاكسيات في الدلالحه، صيفط لي الناس غيدابزوا معايا. وليت انا كنطلب البنت كنقول لها اختي عطيك الفلوس عوريها لي، والله ما تخافي هذيك المكلة استنيت هذيك البنت اللي كتغسل لمها انا وطلبتها ما بغاتش، وهي هي راه مخبعها مول القهوه، الله اعلم شنو بيناتهم ولا الله اعلم. فهمت؟ وانا كنقول لها واش عندك شي واحد عا قولي لها بالناس باش انا عقلي يرتاح، نمشي نشوف ديك الدري كيفاش، ولا كنتي درتي لي شي حاجه قولي راه درت لك شي حاجه. ديك الحوايج اللي درتي، لا كنتي درتي لي شي حاجه درتي قولي لي انا راه ماشي هو هذا. حتى انا وصلت للانتحار، انا انتحرت قلت لك جاو عندنا الناس عيطوا لابيلونس، قلت شي واحد الدري صاحبي مسكين دار فيا خير، جا لهنايا عيط عيط الله بينا في داك الشيء، داني الطبيب بقى واقف معايا وداك الشيء هادي، وبات تما حتى الصباح في العشيه عاد خرجت. اذا علاش دير لي هاد الشيء وانا شنو درت؟ قلت لها شوفي خفتي مني سير للكوميساريه وندير معاك اعتراف، ندير معاك اللي بغيتي. ديك الساعه تمشي للحبس. كتقولي لا ما غديرش بيا الكاغيط، كنقول لها يلاه ندير بك الكاغيط من دابا، انا ما بغيتيش. اه انا مستعد من غدا. شوف دابا السيده كتسمعك، شنو النداء اللي تبغي تقول ليها؟ بحال هي كتسمعك، شنو الميساج اللي تبغي توصل ليها؟ بسميتها انا ما كرهتش سليمه ترجعي. سليمه سميتها سليمه، ما كرهتش سليمه ترجعي. وربي وديك الوليد وديك البنيت، ديك البنيت راه بحال بنتي، راه كشتيها كتقول لي بابا وديك الشيء، ترجع ديك البنيته وما يداش ديك الدري، حيت الحياه راه ما فيها والو. انا براسي ضعت ضيعت ديك الاولاد وديك الشيء، راه ما ضايعينش ولكن حسب ضايعين، واخا تبارك الله راه مقاريين، ما بغيتش ديك الوليد يضيع وديك البنت حتى هي تضيع، ورجعي ونعيشوا بخير وما خصنا والو. انا عارف راني شبعت من الدنيا، ما بقيت باغي والو. فهمتي؟ شبعت من اي طريقه داك الشيء، بقيت باغي غنسيه. ولا كنتي ما باغاني جابت الناس سيري ديري لي فكي لي شي حل وخليني نرتاح، وداك الشيء هادي راه هبلتيني ما بقاليش كاع العقل. ما تقولش هي حركت لا هي كاينه، ما حركت ما هي كاينه. هي قالت لي حيت لاكارت ديالها عندي ولاكارت ديالي راه عندها. فهمتي كيفاش؟ لاكارت ديالها عندي في الجيب ولاكارت ديالها راه عندها. قلت لها انا جيبي لي لاكارت ديالي وكذا وهادي، قالت لي تاني لاكارت ديالي وحوايجي، وحوايجها سمحت فيهم عندي هنا وما بغاتش ترجع. قلت لها اجي، قالت لي لا ما رجعتش، صيفط لك اختك. قلت لك اختك انا ما عنديش معاها. قلت لك اختك مجرمه ما بغالكش الخير. واش النهار اللي خرجت فيه ما كانش بيناتكم شي مشكل ولا شي حاجه؟ داك الشيء مشات
والله ما كان بينا حتى شي مشكل، كتبت عليها ربي خلصني. قلت لها هاكي الفلوس سيري جيبي الورقه ديال الدري للطبيب. قالت لي صافي انا غنمشي. قلت لها اش غديري؟ قالت لي ما ديش بنتك، مولفه كتخلي لي بنتها هنا في القهوه عندي، مولفه كتخلي لي معاها بنتها. اقسم بالله بنتها كندير لها ليك، واش عمري في حياتي شي مرة دوز عندي عيالات؟ عندي المرة الاولى الله يعمر لها الدار، اطيب خلق الله. شتي انت حد جات عندي مسكينه من البلاد من الجبل، جات عندي جات عندي حتى السبيطار، وانا خرجت من السبيطار وداك الشيء وجابت لي شي قسم الله. قالت لي هاك وداك الشيء هادي. قلت لها جيتي كي درتي جيتي؟ ما علمتنيش مسكينه. قالت لي ماشي مشكل، فهمتي غادي راه مطلقه اطيب خلق الله. وهذه المراه هذه انا ربي تهضرت معاها 20 عام الجواز، هذه المراه الاولى هضرت معاها 20 عام الجواز. عندك معاها وليدات؟ اطيب خلق الله عندي معاها ثلاثه ديال الوليدات اطيب خلق الله. كذبوش على الله وليدي الله عمر هذا، انا اللي ما مزيانش واقعيا. انا كنت نتبع الطريق بالليالي يوميا يوميا داك الشيء هذاك، صافي قنعت. وهكاك مسكينه كتصابره فهمتي، وبقى العلاقه اليومين هذا انا وياها مزيانه، بيها بعائلتها امها بحال الوالده ديالي. هذه نسيبتي انا عندي نسيبتي فضل ليا من الوالده ديالي، نسيبتي فضل ليا من الوالده ديالي. كتهلا فيك كتهلا فيا. وانا قلت لك ديت عندها 12 عام ودي خوها خدم معايا، وخاتها انا جوجتها وقفت معاهم وناس اللي عمر هذا. ها انا هو نسيبتي كتقول لها دبر راسك كيتهلا فيك كياكل كيشرب خليه يدبر راسو يدير اللي بغا. لا عمر هذا ديك الناس ما نكذبوش على الله. وهاد السيده هادي حتى هي شكون سببها؟ سببها خاتها عائلتها، عندها واحد راجل خرج ادريس، واحد خرجها فاطمه اللي عمرها دار في طنجه، دارت معاهم عا في التليفون باغي لها الخير وكذا وهذه. ولكن هاد خرجها ليلى هي سببها في الاول ديال ديك البنيته، هي اللي خرجت عليها ديك البنيته، هي اللي دمرتها الحياه ديالها في الاول. وجات من جات كيما كتلقات معايا بغات تدمرها، كنقول لها خصك ما تمشيش عندها، فين ما كانتش عند خرجها كتقلبها فهمتي، بغات خرجها ديرها بحال بحال كاركيشي فهمتي كيفاش، بحال اللي بغات تخدمها تخرجها الطريق العربيه. والاخرى ما كتبغي لهاش وديك الشيء وهذه، وكنرجعها كنقول لها فلانة جلسي كتقول لي. دابا انت العيالات ديالك كاملين عندهم مشكل مع عائلاتهم كيحرشوهم عليك ما كيخليهمش يكمل العلاقه؟ لا لا، العيالات الاخرين بيني وبينهم على الخير. على الخير؟ على الخير. هذه اللي حرشوها الاخرى اللي عندي المراه الثانيه فريه، هذيك عندي معاها مشكل لما نذكر سميتها كتمد ليا وكذا وبزاف ديال الحوايج، وانا تقهرت فهمت كيفاش؟ تقهرت. ولكن حتى هي بنت الناس، واخا هكاك البليه اي واحد يبغي الله يعفو على كل واحد، انا تقهرت وديك الشيء هذه والمشاكل وديك الشيء هذه وفضيت معاها. حتى هي الله يعمرها دار ما كذبوش على الله، حتى هي حنينه واخا عصبيه وديك الشيء حنينه، كل واحد جبدها في عيله ما باغي انها تخلي تحت. ثانية حتى هي عندك معاها وليدات؟ عندي معاها بنيته بعمرها 11 عام. الله يكرم بنتك. انا ما نكذبش عليك سمحت لها في البنت عروق، كنشوفها مره مره. كيفاش هذيك سمحت لها في البنت عروق؟ حيت انا ما بغيتش ندخل في واحد التفاصيل صعيبه عليها هي، انا ماشي ديوتي ما نقدرش على ديك الشيء فهمتي كيف؟ انا ما نقدرش على ديك الشيء كاع بصفه نهائيه. انا الانسان لا بغيته كنبغيه من قلبي، ما كنبغيش التحرميات. تحر عليه؟ ها؟ انا ما قلت لك ما عمري طحت في هالدرجه، طحت في هالدرجه مع هاد السيده. انا ما بقيتش عارف راسي واش كون انا، واش انا بشر ولا شكون انا. كلشي كيضرب فيا، صحابي كيضرب فيا، كلشي كيبهدلوني. انا مرة دارت فيا، اختي دارت فيا، قالت لي كيفاش انت وليت لهاد الدرجه هذه كتاخر على العيالات؟ وانت العيالات كل شحال من وحده تسقط في كل، اقسم بالله شحال من وحده كتجي عندي بدارها وطوموبيل تاع عادات. نقول اختي راه ما نضيعك، انا انت ما سهمي وانا ما نسهمي غنضيع. فايت انا دوزت جوج بنات اخرين كنت غنتزوج بهم، وحده داتي 30 مليون وحده داتي 8 مليون ونص، عندي الاوراق داري ماشي بالكذوب ولا بالفم فهمت كيف؟ وهاد الشيء عائلتي راه ما تيقيش الاخبار، والد وخوتي اللي عارفيني انا بالعربيه خارج الطريق يوميا، انا في ليبواد كيعرفوني الناس في طراف في لاج داكشي يوميا. ومي كنت كنخدم في المخدرات نهار المكفس كنضرب 3 د المليون 2 د المليون ابار تيليفون، ما نمشي ما نتحرك ما نضرب تاع معنا ما والو. ولكن ما يعفي عليا الله، وشتي سدت الناس بغات ليا الخير وكذا وهاجي داروا بين اليدين. وشديتها واحد خيتي لعبت لها على عقلها بدون ختها، وصلت انا واحد خيتي بالتهديد وكذا وهادي وندات لها بعدي منها، قلت لها بعدي منها، وكنا غنوصلوا كاع للحبس انا وديك خيتي. تضيعي البنت غير تضيعي، قلت لها البنت بغات تسرى صافي باش تعمل. ما عندك مع هذا زعما مازال ما درتي انت ويا هذا وليد ولا حتى شي حاجه؟ لا بالوليد، راه بالوليد طلعت كنقلب عليها فهمتي، بالوليد طلعت كنقلب عليها وما بغاش، ما خليت كيما درت معاها والو. كنقول يا ربي كما الله عاد ترجع وبدا معايا حياتي جديده، ما بغاش ترجع وغتفكني كاع. لا ما بغاتش غتفكني، لا ما كانش كاع ما كانش هذا حب، ما بغاتنيش اصلا، ما تخلينيش انا معذب تفكني وشي حاله. انت شنو الاحساس ديالك كتحس بها انها كتبغيك؟
هي كانت كتموت عليا، كتبوش عليا واش ما سميتي هنا والاخر ملي تلاقات معايا واش متها، قلت لها لا، قالت لي انا وشمها، قالت لي وشمت انت، قلت انا من بعد وكذا وهادي، وديك الساعه وشمها تنعرفك زعما انت كيفاش دايره، فهمتي؟ هي وشمتها من النهار الاول، هي وشمتها من النهار الاول، هي ديجا مع عندك لها البنت فهادشي، هي كانت كتعرفني ديجا، هي ملي وقع لها مشكل شحال هادي كانت كتعرفني ديجا انا، وجات وعاد عرفتني عاد اكدت المعرفه ديالي، سمي قالت لها فلانه ديك صاحبتها، قالت لها ودي راه جيب لي القصير ها كيفاش ها كيفاش، عاد اكدت هي ديك الساعه جات صافي بقات هي كانت كتبغيني، ما كتبوش على الله، كانت كتموت عليا، ضربت صباحها هنا عصبان بغيت ترجع، انا كنت كنقولها سيري بحال انا كنت كنجري عليها كنقولها فلانه انا ما كنقدرش لاصقه فيك، هي لاصقه فيا ما خليتش عندي الشهود، ما خليت كيما درت لها فلانه سيري بحال ما تساوش انا وياك، عاد صيفطيني للحبس، كتقول لك لا غنقتلك ولا غتقتلني دابا، كتهددني دابا، الدراري كيقولوا لي كيقولوا لي والله ما غتزك لك، عندي صحابي كيقولوا لي شتي دقيقه هذا المكان ما نقفلش على التليفون، دير لي كاميرا، دير ابيل فيديو، فين مشيت؟ فين الاخر؟ فين؟ عندي داكشي بروفيس، فين مشيت؟ فين كذا؟ انت هاد الدرجه كنت كتخير عليك. اقسم بالله العظيم انا عاد درت مع شي وحده المشكله، فهمت كيفاش؟ المهم كانت كتبغيني لواحد الدرجه قويه بحال داكشي تقلب، يعني ولات هي مابقاش عندها الغرض بيا، انا وليت عندي بها الغرض. انت وليتي تعلقتي بها اكثر من شتا بعدات عليك. وليت انا تعلقت بها، ولا داكشي العكس. بحال اللي انا كنت كنلعب عليها العشره، ولات هي كتلعب عليا العشرين. دبلت لي داكشي. تخيلي ما خليت كيما درت لها، تخيلي انا قلت لها وركع لك. تخيلي انا وصلت بها الدرجه مع عمري كاع وصلت بها. كاع في طريقها هي، وقلت لها ندير معاك اللي بغيتي. عاقلتي قبلي ديك الويلي توكلي وشربي ما تخرجي ما ديري حتى شي حاجه اللي بغيتيها نجيبها. والو والمراه الاخرى كتضحك عليا كتقول لي هي انا بقيت فيا بعدا كنت راس وليت رجلين وليت انا كنت عايش في طريق هذه السيده هذه ولكن انا ما عارفش انا كنبغيها ما كتبوش على الله لكن انا ما عارفش واش هذا تغيير ولا هذا حب ولا هذا شي حاجه تاع الدرجه انا نصحر على البنت ماشي انا ما مدوش انا الدرجه قلت لك كانت عندي فيها 8 10 24 على 24 ما كتخولش قال راسي في الحبس كيعرفوني البنات كاملين هنا تقنيط راه خارجين قنيط راه وكلهم كيعرفوني اطيب خلق الله وكنت كنتعامل معاهم معامله حسنه وراه انت شتي شحال عيطوا لي ديال البنات عامين جلست هذاك عيطوا لي ديال البنات عام معامله بصح نوقف معاها اللي خاصها شي حاجه نتعامل معاها بدون مقابل انت كدير الخير بزاف بدون مقابل اللي ما ولدت فيه تبات نبيتها اللي عندها مشكل عطيها معاك باش تخلص لك نعاونها لا شي هذه ما عمري قلت لعائلتي ما تلقاش خبر عاد كيسمعوا من البعيد انا وليت قلت كاع تخيل انت بعد خطره كنت كنجي كنعطي للمولين الدار المصروف وكنزيد ما كنبانش خمس ايام 10 ايام سيمانه شهر ما كنبانش في الدار وانا راني غتالف ما حاولتيش تمشي لدارهم لعائلتها يعني الوالدين ديالها تقول ما هاد البنت انا بغيتها وعندي معاها وليد وانا بغيت غير نسترها وندير معاها الوريقات يعني غيحاولوا يعاونوا اكثر يحاولوا شي يديروا ليها عقلها راه الوالدين هادو لا هي مسكينه عندها ام ميته عندها بوها حتى هو اللي عندها وهي اختها هي اللي رباتها واحد راجل اختها هو اللي رباها وتهلاو فيها وديك الشيء هي اللي كانت كتعاود ليا والبنيته انا كنت غنصاوب لك البنيته الوراق غنديرها بنتي قلت مع ديك الوليد غنديرها بنتي قلت لها عارجه فهمت كيفاش وهي بحال اللي ما تيقاهاش انا قلت لك كنت غندير عليها المولات ديالها مولات السلام مولات السلام من خارجه ديال قنيطره ولكن ساكنه في طنجه كانت انا جات عندي من طنجه ساكنه في طنجه انا ما بغيتهاش دابا شنو بقى فيا الحال بحال اللي انا باش شمت ماشي شمتتني بحال اللي غتضيع السيده ما بغيتيهاش تضيع السيده اصلا غتضيع بقى صغيره غتضيع وحتى داك الوليد الصغير يعني راه يضيع الدري غادي واخا نجيب له كاع شي مراه غنتزوج من غدا نتزوج راه كاين بانه مرض لك من بعد ما مشات ليها التحاليل وري كلشي التحاليل وكلشي ما لقيتش عا بنتي صغيره عندها 15 عام هي اللي كتمشي معايا للسبيطار وديك الشيء مها خدامه وبنتي كتمشي معايا وتجيبو والمراه ديالي الاولى كتشدها ليا شدات ليا 20 يوم المراه ديالي الاولى شدها ليا وكتعيط لها كتطلبها كتقول لها سليمه ارجع الله يعطيك الصحه وداك الشيء عالي قبل ولدك راه ما يدير لك والو اجي عندي للدار المراه الاخرى عاود كتعيط لها كتقول لها اجي عندي للدار ما تخافي من والو والله ما يقيسك وانا كنقول لها لا خافتي مني مالي انا اش ندير لك كنقول لك سيري للكوميساريه ندير لك ورقه اللي بغيتي يلا ينصبوا هاد الوريقات ما يضيعش هاد الدري فهمتي كيف كتقول لي لا هي بحال اللي كيلعبوا لها في عقلها جات مولاي بوسام ولا الحاو ديك التخربيق يلعبوا لها راه سيخرجوا عليها اصلا غيخرجوا عليا قلت لها انا رجعي وفوق هادشي كامل علاش اصلا ما تخرج علاش واش سميتي هنا ولا اخر علاش علاش اصلا انت الميزه الاولى عندك بلا وراق هي ما كتفكرش هي بالعقل ما كتفكرش ملي كتكون عندي ملي كتكون دابا حدايا تجي كتولي السيده بحال اللي عمرها كان فيها شي حاجه ها كطج كبغي يجيبها انا كنجيبها بواحد مشقه النفوس راه كيضحك عليك
راك يضيع بك الوقت، راه هكذا. ولا شنو غنضيع بك الوقت ولا نضحك عليك ولا انا هما ضحكوا عليا في رزقي. راه عندكم وليد يعني الصراحه راه خصها ترجع لولدها. وانا قلت لك كنطلبها ترجع لولدها وكنت ندير معاك اللي بغيتي وهي ما تيقاش كتقول. قلت لها كانت ما عطيتلكش عا باش ترجع. فهمتي ها باش ترجع. قلت لها كانت ديالي عدي وانا غنعاودو. ولا كانت ديك ما عطيتلكش عا باش ترجع الشنطه كنت ديريها هنايا. وانا اقسم بالله انه غدا بعد غدا باغي نخوي. نهز ديك الوليد ونخوي المدينه خطره. هذيك اللي انا قراتها غير بجرد هادشي هادي بجرد المشي. ديك ما عتقدش عليه وباقي راضي عاد عنده شهرين. وغدا يعني بعد محتاج الحنان الام ديالو الا تعرف كيفاش ايوا ومن فوق هادشي كامل خفت انا غدا بتغدى كي كانت عا خرجت وصرحتني وقالت لي ولي اش كاين اش كاين. خفت انا غدا بتغدى سان بدا انا حياتي جديده وجيت ترول لي حياتي تقول لك انت ضحكت عليا وشمت يدي وكذا ودمرتني ندمرك. ونولي ديك الساعات انا غادي نلحبس فابور. انت باغي تعاود تشوج الا مشات هي بحالتها؟ انا من غنتزوج من غدا من غدا نتزوج انا عاد تجي تدير معايا شي حل على ديك الوليد باش ما يضيعش ولا اللي بغات تزوج مرحبا ولا اللي بغات مرحبا. انا هذا القلب هذا نورك عليه غير باش نحيد هذا الشيء هذا اللي فيا انا وديك انا عارف راسي من رجلي ماشي غدا غدا انا بدا حياتي جيت تخربق لي حياتي ونولي انا ندير لي المشاكل حتى مع عائلتها بالله انا ضحكت عليها. وهاد القضيه سابقه ياك سي هشام بان انت اللي تابعه كتقول له اجي ندير بك الاوراق اجي هذا كنشوفوا المراه هي اللي كتبع الراجل كتقول له دير معايا الاوراق اعترف بولدك دابا انت اللي كتعيط لها باش تعترف. انا نيتي صافيه وباغي قلت لك هاد السيده هذه وعلى قبل عائلتها فهمتي كيفاش؟ نعم حيت راجل خدتها النوبه الاولى ما بغاش قال لها ما تهبطيش تيجي عندك وكذا وهذه وهي هبطت قالت لي لا ما نهبط وكذا وهذه قلت لها هبطي. والمشكله دابا غتضيع دابا هي غتضيع انا عارفه غتضيعها 100% اصلا انت وشمتي يدك وكتبتي سميتي هنا اذا شكون اللي غيديك؟ ما يديك حتى واحد. اي واحد غيبان له السميه غيبان صافي غيديك يقول لك هذه عايره وكذا وهذه وبزاف ديال الحوايج وهاد الاخرين. انا كما كنتش مدوز بحكم التجربه ومكرفص ومجلوق بزاف ديال الحوايج وشبعت وقنعت ما نقول لك هاد الشيء راه نمشي نجيبها بقى عزبه وبقى عندها 17 عام ولكن انا ما خصنيش لربي فهمتي كيفاش؟ انا خاصني شي بنت الناس اللي تفهمني ونفهمها انت بقات فيك انا خاصني شي بنت الناس نفهمني ونفهم. وانا دوزت البنات قلت لك البنات دوزهم بلا لا يحسب ماشي كنكذب ولا كثر كلشي كيعرفني لا يحسب ما كيتحسبوش ولكن هذه حمقاتك. هذه حمقتني باش حمقتني فيها المعقول بوش على الله هي فيها الضغول في الله فيها الضغول هذه الايامات هذه هي هادشي علاش بدلنا فيها شويه ديال الضغول بدات كتهبط عند خاتها وكتلاقى ديك خيتي عاد خيتي خارجه الطريق وديك شويه هادي ولا فيها شويه ديال الطول وهكا قلت لها الله يسامح قالت لي كنهضر في التليفون عندي كلشي ديالها مسجل ولكن الله يسامح قلت لها انا نبداو صفحه جديده بحال اللي ما وقع حتى شي حاجه بيني وبينك. هذه رساله الاخت سليمه اللي كانت كتسمع وكتشوف هذا اللايف ترجع لهذا الشاب هذا اللي راه غيحماق عليها راه حاول محاوله الانتحار بسبب ها هي بغاها ترجع وتجمعوا داك يجمعوا داك الوليد اللي هو عاطي غير المربيه يعني ما كيعرفش حتى شنو واقع له. نتمنوا الميساج ديال اخ رضوان يوصل. اخر كلمه خويا رضوان هي كتشوفك مثلا الاخت سليمه شنو تقول لها؟ انا بغيت الناس اللي كانوا كيشوفوني يعاونوني اللي كيعرفها وديك الشيء هادي يطلبها وديك الشيء في سبيل الله على قبل ديك الوليد واخا ما بغاتنيش انا ما عندي ما ندير لها انا قبل ديك الوليد ما يضيعش ما بغيتش انا كاع يضيعوا انا هاد المراه غنتزوج بها غدا عاود غنولد معاها نبقى نعم نفرق في الدراري فهمتي كيفاش؟ علاش انا نضيع راسي ونبقى غادي غير هكاك؟ انا من غدا نتزوج لكن هاد المراه اللي تزوج معاها تبغي تولد معاك وانا ما بقيتش باغي الولاد صافي ما بقيتش باغي غنزيد نفرق وديك الشيء بارك الله يخلق الله يجعل البركه. انا كنتمنى من الله اللي شاف هاد الفيديو هذايا وشي واحد كيعرفها وديك الشيء يرجعها قبل ديك الدي ديك الدري. انا كنت غا خايب نقولوا انا خايب انا كنت مبلي انا ما خايبش مبلي اي واحد مبلي الله يعفو عليه ودابا ما يعفى عليا الله وتقديت هاد السيده هادي عاد بغات بحال اللي دمرني ودمرتني فري دمرتني عمري ضربتي لي انا ضربتي ضربه خايبه وانتحرت وديك الشيء وليت انا كنسمع الهضره وليت نسمع الاخر وخا تكون هاد السيده هادي كلها ذهب ما غنديرش هاد الحاله عليا. علاش؟ حيت ملي وليت فكرت مزيان لقيت انا راسي نقول لها سيدي قال الله يعاوني يعاونك ولكن الدري غيصدق ضايع غندي كاع نحطو في الخيريه ولا كدا لا اب لا ام غنولي انا هزت سبع ذنوب وهي عاود هكاك نيت وهي ما عارفاش بلي هادشي هذا من الاخر. انا داكشي هذاك دوزتو وكرهتو ومليت الحياه قلت لك انا الوحيد اللي مليت الحياه ما بقيتش باغي نشوف شي حاجه شبعت وقنعت ودوزت وما خليت ها انا ولد 70 ولا مجلوق ما خليت حتى بلاصه ما
وخليت الناظر وجدة بركان عند لك مدينة بمدينة نعرف فيها الناس نعرف فيها بزاف ديال الحوايج. انت لا رجعت يعني قد بها، عندك مشاريع ديالك، عندك هذه مشاريع على قد الحال، هو اللي يبقى لي هذا الحرام هذا على قد الحال، وانا بدراعي وبصنعتي ما غاديش تحرف ليا، فهمتي؟ انا عندي صنعتي، عندي البيرمي ديالي ما غاديش تحرف لي. انا ما بقيتش باغي الحرام، انا كنبغي الحرام من غدا نولي عاود ملياردير، من غدا نضرب 4 مليون ثلاثة من غدا الصباح. انا ما بقيتش باغي الحرام، طريق الحرام كرهتها، حيت اصلا مشيت لي على الهلاك، مشيت لي على كنبقى نشرب في بواط، وكنت كنلقى راسي في الحبس، ما كانوا عاكلوا معايا كنلقى راسي في الحبس، وانا داك الشيء ما خدامش ليا. انا خسرت عائلتي كامله، خسرتها الطريقه، الطريقه هذه خسرت ولادي، ولادي حتى هما خسرتهم، فهمتي كيف؟ خسرت كل شيء. اذا شنو عندي من هذه الحياه؟ عندي منها والو، ناكل ونشرب وداك الشيء هذا، ونستنى الموت يجي. وانا الوحيد اللي ولا كيكره الموت، هو هذا القمقم هذا، وليت انا كاره الموت، انا باغي نموت، الحياه كرهتها. كثرت انا ما عندي دابا 38 عام باقي ما يلا دخلت فيها، كرهت الموت، شبعت من الدنيا. علاش؟ بغيت الحياة ولا كرهتي الموت؟ كرهت الحياة، الموت انا كنتمناها تجي. انا مشيت انتحرت على ود هادشي هذا، انا الموت. لا لا، الانتحار ما خصكش تفكر فيه، انت عارف يعني ما خصنيش نفكر فيه، ولكن انا ما عرفتش راسي كيفاش تادرت، حيت ملي كنفكر هكا كنقول كيفاش هاد السيدة هادي مزيانه وبغات لي، حيت ملي بقيت كندوز هاد الشهاده اللي مشات خلاص بلاصتها، كندوز كنقول انا كيفاش هاد السيده هادي كانت كتبغي لي الخير، وانا كنت غادي ندفق، ما تكميش، ما ديرش، ما تشراش، ما تمشيش عند البنات، ما تاخذش البنات، وانا هاد الناس كيعرفوني، اللي بغات تسوق قهوه، اللي بغات دير شي حاجه، اللي باغي دير شي حاجه كنتعامل معاها، كنتعامل معاها بحكم التجربه اللي عندي، كنتعامل معاها، كنتعاون معاها، كنوقف معاها. انا راه ما قاريش، ولكن راه قاري، قاري الحياه مزيان. انا دابا شي اصدقاء ديالي كيقولوا لي انت راه قاري واصل، كنقول لهم لا، كيقول لي هذا الهضره اللي كتهضر بها وهذا الشيء اللي كتخدم به وهذا الاخر دي راك واصل، كنقول له والله ما عمرش شفت المدرسه كيفاش دايره، فهمت كيف؟ كنقول له انا قاري الزنقه، الحياه كنعرفها كيفاش كتمشي، هذا هو اللي كاين. اما انا مستعدات عليك كترجع لي، اقسم بالله بحال هذا يتخلق لي عمر جديد، لا عند الله مرحبا بيا، ولا مع عند العبد الله ياخذ الحق. مثلا الحوايج ديالي ما داتهم لي عند ختام ديك الساعات، وانا مدهور، ماشي هو هذا. قلت لها، قالت لها اختي الا كنتي ساحره ولا كذا طلقي له. اختي هضرت معاها وبقات كتبكي مسكينه، خلعتها في الليل كتقول لها كنتي ساحره ولا دير شي حاجه، قالت لها طلقي له سيري الله يهديك. وهي ما دير والو، هي ما تسحر ما تزفت، تقدر تكون اختها دير شي حاجه، تقدر هذيك تقول لها الحوايج ديالو شي وحده من البنات تمشي يهزوا الحوايج تمشي دير لها هذيك الشيء، تقدر دير ليها حتى هي باش تكرهني، الله اعلم. اما هي قلت لك وضربت يديها، البنت كانت معايا في الدار كنت كاري لها معايا في الدار، بغات ننتحر. قلت لها كيفاش؟ قلت لها بغات، قلت لها سليمه راه ما غنساهمش انا، كنت راه ما تيمطريق وانا مطريق، انا كنقول لها سيري بحال، كنرغبها، كنقول لها نعطيك اللي بغيتي عسير، انا ما غنساهمش انا. كتقول لي لا والو، عنقتلك ولا عتقتلني، ما غاداش، كتبقى تبكي وكتقول لي ما غاداش، هي ديال ما غنساهمش. كتقول لك ولا ضربت الصبوحة كما هكا بغات تحط، ديتها تخيط في السبيطار الغابه، شتا راه شي ساعه عيت، قلت انا هاد البنت هادي اذا راه كتبغيني، الاخرين كانوا تابعيني على الطمع الله ياخذ فيهم شي حق. مي شتا السيدة هادي باغاني ديك الشيء، قلت صافي والله تعالى ناخذها بالله العير عادي، كما كنقول لها حق انا نصاوب الوراق وديك الشيء، نفك واحد المشكل نصاوب الوراق وديك الشيء هادي، تقول لي حق واخا من بعد واخا كدا هذا شحال، وانا كنطلبها دابا راه شهر صار من شهر وانا كنطلبها دابا. افلان انا قبيح، انا ما مزيانش، انا درت لك، وعاد درت لي واحد الفيديو الله يسمح لها بالله، انا بحال اللي ما خصنيش نقولو بعد، خلي كل واحد يخلص والله. المهم انت بغيتي السيده ترجع عندك؟ انا بغيت السيده ترجع على قبل ديك الوليد، على قبل ديك الميته، ونعيشوا حياتنا وياها مزيانه، فهمت كيفاش؟ صافي ما بقيت باغي والو، انا ما بقيت باغي والو، العيب العار عليها، درت لها شي حاجه ولا كتخايف انا مني، دوز للكوميساريه وتعيط ليا، نجي عند الكوميساريه ندير لها ورقه ونقد وريقاتنا. انت مستعد تلتزم معاها مستعد التزم معاها باش ما بغات. ديك الساعات التقليد غيبقى عندنا، حيت انا ما كنتش كنثق في العيالات، ولكن هاد السيده هادي خلاتني نثق فيها، باش ما عمرها درت معايا الديفو، ما نكذبوش على الله، كلهم هذوك البنات اللي كانوا معايا كانوا صاحبين على صاحبين المصلحه، فهمتي كيفاش؟ صاحبين المصلحه. هاد السيده هادي كانت كتبغي لي الخير، كانت كتنهيني بزاف ديال الحوايج، انا بعد خاطرها كتهز لي الفلوس كيما كتقول لي هاك، تهز لي انا الفلوس من الجيب وكتقول لي هاك سير جيب جيب الحاجه هاك، راه كنقول لها ودي راه معاش معايا، كتقول لي هاك سير. اه
شوفوا بعض خير، شوفوا من السيدة اللي كانت كتسمع النداء ترجع لعند راجلها وترجع لوليدها. شكرا سي رضوان، بارك الله فيك. الميساج ديالك يوصل.